العشرين الجنيه بلاستيك الجديدة من تصميم المصمم البريطاني الشهير، واتطبعت في العاصمة الإدارية الجديدة عليها الملكة كليوباترا ومسجد محمد علي، تصميم فخامة. الخلاصة التغيير حلو ومطلوب. يعني أعتقد من خلال قراءاتنا كده عن الكيمياء والكلام ده إن البلاستيك بيطفو، البلاستيك كثافته أقل من كثافة المياه. فالحكومة المصرية بخطة وطريقة عبقرية، يا شوف احنا بننتقد الحكومة المصرية في شيء، بس بساعة ما يبقى فيه حاجة كويسة احنا طبعا لازم نقولها. وانت عارف نظام السيسي كل يوم عنده حاجات كويسة كتير جدا. يعني وصلت حالا، هي ايه اللي وصلت بقى ال20 جنيه الجديدة؟ فالحكومة المصرية في ظل ما يحدث للجنيه المصري والانهيار الاقتصادي اللي بيحصل وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، طلع الدولار هو اللي بيطفو، الجنيه المصري ما بيطفوش، كثافة الدولار أقل من كثافة المياه فبيطفو. ال20 جنيه الجديدة نزلت وبصراحة شكلها جامد قوي وكارفة على دولار. يا بختك، ده أنت بتقبض بالأخضر. أما الجنيه المصري بيقعد جنب تايتانيك، كل شوية بيحفر تحت تايتانيك دلوقتي. المهم مصر عشان تشوف حل لطيف جدا للوضع الاقتصادي اللي بنعيشه واللي الشعب المصري بيعيشه وما يحدث للجنيه المصري، قررت انها تعمل 20 جنيه بلاستيك. فاكر انت لما عملنا 10 جنيه بلاستيك تقريبا من سنه، من بعدها الاقتصاد المصري حصل له حاجه؟ والله حصل له ماشي، بس الجنيه المصري ما نزلش، يعني ما حصلش اي انخفاض في الجنيه المصري. لا هو انخفض من حوالي 16 جنيه ل 40 دلوقتي في السوق الموازيه. ما ندققش، يعني الحاجات دي مش مهمه قوي. وصلت يا جماعه، ال 20 جنيه الجديده بلاستيك نزلت النهارده. مش متخيلين انا عملت ايه عشان اعرف اجيبها واجيبها لكم النهارده في نفس اليوم اللي نزلت فيه. المهم برضو الحكومه المصريه العظيمه بتحاول بكل الطرق وبكل الاشكال ان هي تحدث فرق في التطوير الاقتصادي. عشان كده في شاب تيك توكر مصري، مش عارف بقى بتسال ازاي، المهم يعني شاب من بتوع التيك توك نشر لك فيديو، هو قرر ان يشوف قد ايه ال 20 جنيه دي هتساهم في انقاذ الاقتصاد المصري في ظل الجمهوريه الجديده. فجاب ال 20 جنيه، وقع على ال 20 جنيه حاجه، وهو معاه ال 20 جنيه في جيبه، البنطلون كان جيب البنطلون مخروم فيه قطع كده، فوقع على ال 20 جنيه بتاعته حاجه. فنكمل الفيديو مع الشاب. اصلا لو انا قعدت احكي للصبح اللي هو المشهد اللي هشوفه 10 ثواني ب 100 مسلسل. احنا النهارده معانا ال 20 جنيه ما شاء الله، اي حاجه فيها بتحط عليها كحول وتمسح بتطير. احنا شلنا المحافظ. فال 20 جنيه عجب كحول وبيمسح بتاعه اللي هو وقعت على الفل بيمسح، فقال لك المحافظ طار. لا والله، والمسجد كمان طار معاه. فال 20 جنيه دي يا جماعه احنا علشان نعملها جبنا خبراء من بريطانيا، وجبنا خبراء من الفلبين، وجبنا خبراء من كل حته، وعملنا مسابقه ومن بقى اللي يعمل ال 20 جنيه ديت. فكل واحد دخل بالديزاين بتاعه ووراه للحكومه المصريه، فالحكومه المصريه قررت تكافئ صاحب الديزاين البريطاني اللي هو قال لك احنا هنعمل 20 جنيه او 10 جنيه على شكل الجنيه الاسترليني البريطاني. بقى الالوان والملمس والخامه ورايكم فيها ورايي انا كمان، غير ان احنا زي ما عملنا مقارنه ما بين 10 جنيه المصري وال 10 جنيه الاسترليني، لازم نعمل مقارنه ما بين ال 20 جنيه المصري وال 20 جنيه الاسترليني. والله العظيم عشان كده الجنيه الاسترليني البريطاني انتوا شايفين من العمله عاليه جدا، فقال لك احنا نعملها على شكل الجنيه الاسترليني البريطاني، مع ان لو عملناها على الدينار الكويتي اعلى عمله في العالم، يعني الدينار الكويتي اعلى عمله في العالم، لو عملناها على الدينار الكويتي شكل العمله شكل الدينار الكويتي هيبقى احسن. فقال لك لا والله احنا هنعمله على شكل الجنيه الاسترليني البريطاني. فعملوا لنا ال 10 جنيه وجت ال 20 جنيه، ال 20 جنيه هوب شاب بيطلع ورقه اتمسحت وتمسح بتطير. احنا شلنا المحافظ. وشلنا المسجد. ويعني انا خايف امسح 20 جنيه بالمره تطير، يعني اتمسح كل اللي فيه. وده يوريك العقليه العسكريه اللي بتدير الدوله. يا جماعه، كل الحكايه حصلت ان انا كنت جاي بطبع عيد اضحى مبارك وبكتب اسمي زي كده، فواحده منهم باظت شويه فجيت امسحها بالكحول فكل حاجه اتمسحت. العقليه العسكريه سيبك من ده سكرتير، ده حاضر تمام يا فندم، ده بس تمام يا فندم، لا باليمين تمام يا فندم، ده ماشي تمام يا فندم، بس ده تمامه تمام يا فندم. فتمام يا فندم ده بيروح الكويت، بيروح السعوديه، بيروح الامارات، بيروح قطر، ويقول له امشي يلا، احنا عايزين امشي يلا، والله ما انت مكمل امشي. فتطلع لك قطر، مش هجيب لك بقى الكويت ولا السعوديه ولا الامارات ولا فاق السيسي، قطر تطلع تقول لك خلاص الجمعيه الخيريه اللي كنا عاملينها في مصر اتقفلت. والله العظيم قال والله كنا فاتحين لهم جمعيه خيريه في شبرا مصر قفلناه. هو يقصد الجمعيه الخيريه فكره التبرع للسيسي كل شويه، السيسي مثلا رايح لقطر، اميره سموك طال عمرك، احنا كنا بنقول لك يا ابن الشيخ موزه ما بقتش موزه،
ما بقتش مذنب، انت ابن البشوات وامير الامراء وشقيق وشقيق. فسيت طب احنا عايزين فلوس، انت جاي تصالحني عشان عايز فلوس؟ لا، اذا كان حلفائك واخواتك وحبايبك ابن سلمان وابن زايد والكويت خدت فلوسهم ما اديتهاش ليهم، انا بقى اللي انت ده انت عملت في ام البدع انت واعلامك، اروح انا اديك الفلوس وافضل اجري وراك واقول لك سدني وانت تقول لي منين؟ ما فيش، ما عنديش، ما اقدرش اديك. لا يا حبيبي ما فيش، الجمعيه الخيريه قفلناها. فده الوضع الاقتصادي في مصر اللي بقول لك قررنا نحل الازمه الاقتصاديه اللي في مصر بنعمل 20 جنيه بلاستيك. يا بختك، ده انت بتقبض بالاخضر، الاخضر اللي بقبضه لسه ما خلصناش من ال 10 جنيه بنت الفقريه اللي بتفقر المحفظه وبتخلي الجيب فاضي اصلا ديت، ونحس من ساعه ما نزلت راح مطلع لنا الخازوق الثاني دوت. قال لك البلاستيك بيطفو، كثافته اقل من كثافه المياه، فمش الجنيه المصري مش هينزل جنب تايتانيك. خلاص، قال اه والله مش هينزل جنب تايتانيك. نعيد الفيديو ثاني بتاع الشاب المصري اللي هو بيمسح بتاعه من على 20 جنيه فلقى ال 20 جنيه اتمسحت. شلنا المحافظ وشلنا المسجد وشلنا المسجد ويعني انا خايف امسح 20 جنيه بالمره تطير يعني. ده لقطه لطيفه جدا وظريفه عن الوضع اللي بتعيشه مصر، الوضع مع التفكير العسكري، الوضع مع فكره عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 20 جنيه الجديده اهي فيها حته شفافه برضو، بصراحه شكلها حلو يعني، كلها قلب على خضار وحلوه في العاديه، توفر يعني بندي العيال عشرينات كده احسن من خمسينات والمئات. طيب ما اطلق العنان للناس، ازاي اطلق العنان للعباقره الاقتصاديين عشان البلد تعدي المرحله اللي احنا فيها، الناس تعدي سواء مؤيد او معارض، الدنيا تعدي والدنيا تمشي والامور تعدي. فلا، احنا ننقذ الاقتصاد ب 20 جنيه بلاستيك، ب 10 جنيه بلاستيك، ان شاء الله السنه اللي جايه ننزل بليفل ال 50 جنيه بلاستيك، اللي بعدها هننزل بليفل ال 100 جنيه بلاستيك. هو ده الطريقه بتاعتنا الوحيده الاوحديه الامثليه في فكره ان احنا نعدي بالاقتصاد. يا باشا لا، هات ناس، اعمل مشاريع تنمويه، اعمل مصانع، اعمل شركات، بدل ما تطلع لي عمرو اديب. عمرو اديب يروح يطالب دول اوروبا، امريكا وكندا وفرنسا وبريطانيا اللي بيبحثوا عن الغواصه تيتان، اللي كانوا بيبحثوا عن الغواصه تيتان وصرفوا 10 مليون دولار، بيطالبهم انهم يصرفوا الفلوس ديت على الناس المصريين اللي كانوا راكبين السفينه اليونانيه وحصل لها اللي حصل على السواحل اليونانيه. اللي هو يا عم دول بيبحثوا عن رعاياهم فيصرفوا 100 مليون مليار، رعاياهم غاليين عندهم فبيبحثوا عنهم. عمرو اديب مش عايزهم يبحثوا عنهم، عايزهم يدوهم للسيسي علشان خاطر الشباب المصري ما يركبش السفينه دي تاني، في حين ان كان الاولى من عمرو اديب ان يسال السؤال بدل ما كنا نعمل عاصمه اداريه ب 30 ب 60 مليار دولار، بدل ما كنا نعمل اكبر برج، اكبر برج، اكبر برج، اكبر برج في افريقيا ب 3 مليار دولار، قيمتك ايه؟ يا جماعه كل الحكايه حصلت ان انا كنت جاي بطبع عيد اضحى مبارك وبدات اكتب اسمي زي كده، فواحده منهم باظت شويه فجيت امسحها بالكحول فكل حاجه اتمسحت. اتمسح كل اللي فيه، وده يوريك العقليه العسكريه اللي بتدير الدوله.